ومعنا هاتفيا من الدوحة الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم دكتور سلوان العاني، مرحبا بك. بداية، كيف ترى أوضاع المنظومة التعليمية في العراق بعد خروجه من تصنيف جودة التعليم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة التعليم الأولي والتعليم العالي يعيش يعني أيام ليست جيدة من تاريخه، بسبب ابتداء من الحصار الذي كان مفروض عليه ما بعد 1991، رغم أنه قبل هذا الموعد كان من أفضل الأنظمة التعليمية وفي المنطقة، وكان ينافس النظام التعليمي في الدول الاسكندنافية، وكان البلد العراق عاليا من الأمية، سجل في أوقات أنه هو في الثمانينات خلوة من الأمية. ما نشهده الآن أعداد الأمية إلى 5 ملايين شخص، في الوقت اللي نرى الآن الدول تأخذ بأسباب التطور وتعمل على استخدام التكنولوجيا بدلا من الكتب والدفاتر وأساليب التعليم الحديثة، طيب، مثل الطبورة الذكية وغيرها. نعم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ذكرت أن أكثر من 3 ملايين طفل عراقي دون تعليم الآن. ما الأسباب الحقيقية إذن لتسرب الأطفال من المدرسة بحسب رأيك؟ أعتقد يعني تقريركم أشار إلى بعض الأسباب، نعم، لا أريد أن أعيدها. هو غياب تطبيق أولا إلزامية التعليم ومحو الأمية في البلد، ثانياً عدم توفر بيئة ملائمة للأطفال والمتعلمين، ثالثا التعليم الحكومي يعاني من عدم جودة في التعليم بسبب فقدان مستلزمات الأساسية للتعليم. كما ذكرت بداية، عدم بيئة آمنة، عدم وجود نظام إدارة تعليم إلكتروني، عدم وجود استراتيجية حديثة للتعليم. هذه أسباب بسيطة أنا أذكرها، زائدا عدم وجود رؤية للتعليم، التربية والتعليم للخطة القادمة، وهذه طبعا بدأت التدهور ما بعد الاحتلال. طيب، أشرت إليها أضافتكم في التقرير، وطبعا ما ينطبق على التربية ينطبق على التعليم العالي أيضا. نعم، إذن إلى أي مدى تتحمل السياسة التي تنتهجها الحكومة في بغداد في وصول العراق إلى هذه الدرجة المتدنية من حيث التعليم؟ الحقيقة أنا أتكلم من جانب تربوي وتعليمي. علينا أن نفهم، وأنت أشرت إلى مؤشر دافوس لجودة التعليم، علينا أن نفهم ما هو هذا المؤشر. يعني المختصين في التربية والتعليم في العراق حاليا يجب أن يطلعوا على ما هي هذا. إذا أمننا هذه المؤشرات سيتم النهوض بالتربية والتعليم في العراق. طبعا هذه النهوض لا يتم من خلال الوزارة حالها، لازم هذا الكلام يأخذ منحى استراتيجي، توضع خطة استراتيجية للبناء، أن نضع خطة قريبة 5 سنوات، متوسطة 10 سنوات، وبعيدة المدى 20 سنة. هذه غير موجودة، لا نعرف كيف العالم يسير الآن. يعني بدون وجود يعني كم من التعليم وعدد من الملتحقين بالتربية والتعليم، وعدم وجود تربية وتعليم، وعدم وجود التدريب الوظيفي اللي نسميه التطوير المهني، كيف نبني تعليم؟ فهذا مسؤولية الدولة، أن تضع الشخص المناسب في المكان المناسب الذي يدير عملية التربية في البداية، ثم إلى التعليم، ثم إلى نخلق بنية تحتية فيها اقتصاد متين، فيها زراعة، فيها صناعة، فيها تجارة، فيها سمعة دولية للعراق.
هذه لا تأتي من تمنيات أو نريد من الغير أن يقوم لنا بهذا الموضوع. هذا شأن البلد وأبناء التصين في النهوض بالتربية والتعليم. شكرا جزيلا لك من الدوحة الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم دكتور سلوان العلي.